واحلى شاورما واحلى طرش باحلى ام. هلا 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 الطرش عراقي. اي ريحه خوالي يمه فيه. يمه في دول عينهم. احلى شاورما. الله شكرا. ذكرني في المطعم الشامي اللي اخذتني له ذاك اليوم. اي خقق يا خالص. فظيع. متى؟ انت رايحه مع مين انت؟ ما اخذتها يمه. متى؟ من اللي موديك رايح مع غيري انت؟ ها؟ وش اللي غيرك انت؟ والله يا خالي مطعم جنني هبة خطير ترى ترى ما هو بغالي. كم كانت فاتورة؟ هذه اللي مزوجتني اياها يمه رايحه مع واحد ثاني. ويا من رايحه؟ معاه يا خالي. معاه؟ هو دفع مو غالي. كم كانت فاتورة؟ ما دفعت يمه. ايه؟ ما انا ادفع امه. ها؟ من وين ادفع يمه؟ اخ ولد عاق امه داي امه داي عاق اخ امه دي وين تجيب لي نعال ابو الاسماء؟ والله النعال انها اغلى من فواتيرها كلها يمه والله. وين النعال؟ انا لاقيت النعال وما مقطعته هسه. رقي رقي يا خالي ترى ما رحنا كثير كلها خمس مطاعم بس الشامي هذا اقوى واحد. اخ اخ الشامي اقوى واحد اخ اخ اخ, أخ ولد عاق الله لا يوفقك بضيعه هذه العظم ضيعه هذه العظم ام داي ام داي يا هو يا اهل البيت اهل البيت الفاضي ما في احد يا ناس صديق تعال فين كفيل انت ايه وراك متنح فيني يا اخوي تعال في ذا صديق صديق أحلوت وبنهاية حلقتنا اليوم نقدر نقول إننا وصلنا لخلاصة من كل هالكلام. باقي على رمضان 28 يوم يا شباب عيد شو الكلام الفاضي نقعد نعد حنا. بقول خلاصة من عندي إيه ما حك جلدك